evaluate using different numerical methods. مديني ال i تكامل من 0 ل باي على 2 8 plus 4 cosine x dx. طبعا لازم الدرجات من radian. Note that the true value of the integral is مديني ال i t بتساوي 16.56637. طبعا احنا مش محتاجين ده، ممكن نكملها بالآلة، بس لو تخليها راد تقول shift mode 4 يعني تقول تكامل، احنا هجيب ده عشان لو مش مديني في الامتحان تتعلم ازاي تجيبه. 8 زائد 4 كوساين الفا اكس، خلاص كده يبقى من صفر فوق باي على 2 اللي هي شيفت باي على 2، قول يساوي، المفروض يطلع الرقم ده. نشوف كده الآلة طلعت ايه، 16.56637. يبقى لو مش مديك ده في الامتحان انت تجيبه علشان واحنا بنعمل انتجريشن نكون متأكدين ان احنا رايحين ناحية الرقم ده. طيب هو طالب مني اعمل استيميشن للاي يوزنج ذا فولوينج ميثودز اند كالكوليت الابسلون تي. طالما عندي الترو فاليو اقدر احسب الابسلون تي اللي هو الترو ايرور. طيب البارت ايه بيقول لي، انا عايز سنجل ابلكيشن اوف ترابازويد رول. ترابازويد رول بيقول ايه؟ بيقول بي ماينس اي على 2 في الاف اي زائد الاف بي. البي اللي هي باي على 2 والاي اللي هي 0. الفانكشن عند الاي هقول كده 8 زائد 4 كوساين اكس، بعدين اقول كالك باي على 2 شيفت باي اوفر 2 فطلعت 8. ولو حطيت كالك صفر يعني قيمة الفانكشن عند الصفر، هو ده باي على 2 ده 8 اسف، وده 12 ودي نشطبها. احنا قلنا من a اللي بي الاي بصفر والبي هو اللي باي على 2. طيب 12 زائد 8 بيقولوا 20، 20 على 2 فيها 10، 10 في باي على 2 يعني 5 باي، 5 شيفت باي يساوي، طلع الجواب زي ما احنا شايفين 15.708. يبقى الترو ايرور بتساوي الاي ترو اللي هو كاتبه فوق ده ناقص الاي ترابازويد او الاي ابروكسيميت على الاي ترو، ده اللي هو ده. والاي ترو نفس الشيء طبعا فوق وتحت 16.56637. يبقى هقول كده 15.56637 ماينس الانسر من شويه على 16.56637 في 100% طلع يساوي 8 من 10 او 8.5%. يبقى الايرور بس انا شاكك شويه في الرقم يعني حاسس انه صغير 16.56637 ماينس 15.708 وتحت 16.56637 طلع رقم ضربته في 100 ايوه كده مظبوط 5.18. يعني لوجيك شويه بقى الرقم يعني الايرور يعني شويه معتبر، لان ما ينفعش يكون صغير كده قوي في السنجل ابلكيشن اوف ترابازويد رول. طيب بعدين في البارت بي بيقول لي عايز كومبوزيت ترابازويدال رول وذ ان ايكوالز 4. يعني عندنا اربع شرايح نقطه بدايه والنهايه وتلات نقط في النص. يبقى الاي ابروكسيميت بتساوي اتش اوفر 2. هنا الاتش بي ناقص ايه؟ هنا الاتش هتكون ايه؟ هتكون ربع المسافه يعني باي على 2 على 4 يعني باي على 8 باي على 8. يبقى هنا اف نوت وهنا اف، خدوا بالكم السبيس قلنا باي على 8 يبقى هنا باي على 8 زائد
طبعا الكلام ده كله هتشوفه مضروب في 2 اف باي، يعني 2 باي على 8 هي باي على 4، زائد اف 3 باي على 8 زائد الاف باي على 2. انا ليه عملت كده؟ احنا عندنا الاتش اهي من 0 لباي على 2، عايزين 4 مسافات، هنا باي على 2 على 4، وهنا باي على 4، وهنا 3 باي على 8. ليه؟ لان الاتش دي كلهم متساويين طبعا، بتساوي باي على 8. طيب هجيب قيمة الفانكشن، انا عندي طبعا في البداية اللي هي قلنا 12 ودي ب 8. طيب تعالوا بقى نقول ايه المعادلة كانت موجودة من شوية اللي هي الفانكشن دي، هقول كالك، احنا قلنا لما دخل 0 تطلع 12، كالك لما دخل باي اوفر 2 طلعت 8. طب لما اقول بقى كالك وادخل باي على 8 شيفت باي اوفر 8 طبعا تطلع اصغر من 12 واقل واكبر من 8 اللي هي 11.696. طيب كالك شيفت باي اوفر 4 اقل شوية 10.83، وكالك 3 باي على 8 المفروض تطلع برضو ان بتوين حلو 9.531. الرقم ده زائد 10.83 زائد 11.696 كل ده مضروب في 2، بعدين زائد 12 و28 اضرب في الباي على 8 على 2 يعني الشيفت باي على 16، المفروض يطلع الجواب احسن من ده شويه، يعني احسن من ده يعني اقرب ل 16 شويه، طلع والله مظبوط 16.516، قرب شويه 16.5. يبقى الابسلون ترو لازم طبعا يقل شويه عن اللي فات، اي ترو اي ابروكسيميت على اي ترو. الابروكسيميت ده الترو قلنا 15 ولا 16.5 6637 يساوي، تعالوا نحسب بقى كده، هقول 16.5 6637 ماينس الانسر على 16.5 6637، الرقم اللي طلع اضربه في 100 فطلع 0.31%. لوجيك ان ده طبعا ده اقل يطلع من ده اقل منه بكتير، ليه؟ لان ده كان شريحة واحدة، ده مش شريحتين، لا هو لو كان شريحتين كان ده اتقسم على 4 تقريبا، يعني 5.2 على 4 يطلع 1.3، بعدين يتقسم على 4 عشان يطلع ده 1.3 على 4 يطلع 0.35 حاجة زي كده. كل ما تزود عدد الشرايح للضعف تقريبا الايرور يقل ضعفين، يعني لو الشريحة كانت 1 بقت نص والايرور كان 40 يبقى 10، مش يبقى 20 لا يبقى 10، يتقسم على 4 طبعا بالتقريب، مش لازم يكون اكزاكت اللي انا بقوله لكن بالتقريب. يبقى احنا خدنا مرة شريحة واحدة قانونها اهو، ومرة مالتيبل ابلكيشن اوف ترابيزويدال رول اللي هو باخد الاول والاخير واتنين في كل اللي في الوسط طبعا، والاتش اللي هي كانت باي على 2 على 4 يعني باي على 8.